نبدأ؟ يلا بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا، هذه دائما يصدر يعني خطاب الله تبارك وتعالى بمسمى الإيمان لأهل الإيمان تشريفا وإلزاما في كل الأحكام، إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يأمر أو ينهى فيصدر دائما الأمر والنهي لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وهذا تشريف، لأن مسمى الإيمان هو أشرف وأعلى الأسماء. ثم كذلك إلزام، يعني يا أيها المؤمن، إذا هذا أمر الله تبارك وتعالى إذن التزم بأمر الله تبارك وتعالى. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، نهي من الله سبحانه وتعالى أن يحرم المؤمنون ما أحل الله تبارك وتعالى لهم من الطيبات، والله أحل الطيبات سبحانه وتعالى. وقيل الطيب في أحسن ما عرف به الطيبات وهو ما زادت منافعه على مضار، أما أي شيء في يعني في المأكول أو المشروب تزيد مضاره على منافعه لا يكون من الطيب. ومن هذا قول الله في الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. فبين الله تبارك وتعالى، هذا كان تمهيد لتحريم الخمر بعد ذلك، أن ما فيها من الإثم هو أكبر ما فيها من المنافع. قالوا: منافع الخمر هو في التجارة وفي غيرها، وفي أنها نوع من النشوة، وكانت هي يعني مشروبهم في مجالسهم واجتماعاتهم، فالذي المشروب الذي يجتمع عليه هو هذا الخمر، فهذه بعض منافعها، ولكن مفاسدها من إذهاب العقل وإشاعة يعني البغضاء بين يعني شاربيها ونحو ذلك، مفاسد كثيرة فيها، مفاسدها أكثر من منافعها. قالوا إن هذه يعني قاعدة أخذ منها يعني القياس بين الطيب والخبيث، فالخبث أو اللي هو ضد الطيب يكون في مضاره، وقد يكون الخبث يعني في رائحته أو في طعمه أو في آثاره يعني في من الأكل والشرب، كما قال الله تبارك وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم في صفة النبي صلوات الله وسلامه. فالله يقول: الطيبات التي أحلها الله تبارك وتعالى لكم، وهي غير ما حرم الله، لأن المحرمات دائما مفصلة، والباقي طيبات لا تذكر لكثرتها، ورضي كما قال جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالخبائث يعني فصلت، والمحرمات فصلت، والباقي هو من الطيبات. فهذه الطيبات نهى الله سبحانه وتعالى أن يقدم المؤمنون على تحريم شيء منها من عند نفسه أو بالهوى ليت. قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ولا تعتدوا يعني بالمجاوزة الطيب إلى الحرام، فهذا عدوان، فيجب الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى فيما أحل وفيما حرم. فما أحل يبقى حلال ما حله الله، وما حرم يبقى حرام.
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا بيان منه سبحانه وتعالى أنه لم يحب المعتدين الذين تجاوزوا يعني الحلال إلى الحرام واعتدوا على يعني ما حرمه الله تبارك وتعالى. قال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كلوا بهذه الأرض مما رزقكم الله في الأرض حلالا طيبا، هذا حال، والحال قيد لعاملها، وعاملها الأكل، فيكون هنا يعني لا تأكلوا الأكل إلا إذا كان حلالا طيب. من مرض الحلال قيل الحلال هو ما أخذ من طريق حله الله تبارك وتعالى، كان يكون قد أخذه كسب بيع أو بشراء أو بعمل أو بغير ذلك. أما إذا اكتسبه من غير حل فيبقى خبيث للطريقة التي وصل بها إلى النيل، يعني أخذه سرقة أو غصب أو نحو ذلك ما يكون حلال. وكل ما رزقكم الله حلالا طيب، طيب بمعنى الطيبة، فلا بد يشترط فيما يعني يأكله الإنسان ويستحله أن يكون حلالا وصله بطريق مشروع مما أحله الله تبارك وتعالى في أسباب الكسب، وكذلك أن يكون طيبا في نفسه هذا المأكل. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فهذه المحرمات المنصوص عليه ميتة، وهو ما مات من الحيوان المأكول حتف أنفه، يعني حيوان مأكول مما أباح الله تبارك وتعالى كبهيمة الأنعام إذا مات دون تذكية فهذا ميت بأي صورة من صورة الموت بعد ذلك، كما فصل الله تبارك وتعالى صور يعني من صور الموت، فقال إن ديت قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فهذه صور ممكن يموت بها يعني الحيوان مأكول اللحم، هذه هي كلها تعتبر ميتات. فإذا مات نطحا وإذا مات لأنه تردى من علن وإذا مات يعني خنقا شنقت البهيمة نفسها أو حملة أو نحو ذلك، وإذا مات وخذا الوخيذ هو المضروب بشيء على رأسه حتى يموت، فهذا كله ميتات. فهذا مما حرمه الله، قال إنما حرم عليكم الميتة والدم، الدم المسفوح جاء مقيد بأنه الدم المسفوح، وهو الذي يسفح بالذبح أو بما كان يفعله العرب اللي هو قص عرق من العروق ثم يستقبلون الدم منها والبهيمة حية، ثم بعد ذلك لا فصد يعني سموا الفصد، ثم بعد ذلك يلحم هذا العرق المفصود ويكون الدم بعد ذلك، هذا الدم يجمد مع في الهواء كده ويأكلونه، فهذا الدم المسفوح. أما الدم الباقي في العروق بعد الذبح يعني ذبحت وذكيت فإن هذا لا شيء فيه، يعني حتى يعني يكون في قدر في قطار القدرة أو النية فلا بأس أن يكون هناك شيء من الدم يعني في بقي في عروق يعني الذبيحة ويؤكل، يعني لا يشترط غسل اللحم غسلا كاملا وإخراج بقايا الدم الذي في عروقها لا يشترط هذا، وإنما الدم المسفوح أو لحم خنزير. لحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، الإهلال رفع الصوت، وكانوا يرفعوا أصواتهم عند الذبح بأسماء آلهتهم التي يعبدونها، فهذا خلاص أهل به لغير الله، يعني قيل عند ذبحه باسم اللات باسم العزة باسم فلان باسم فلان، إذا ذبح وأهل عند ذبحه لغير الله فهذا نجس، هو ابن غرب مثل ميتة. ثم قال جل وعلا غيرت الآيات شيخنا لا يحفظكم الله ولا غيركم.
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. حياتي بعد هذه. هي دي كانت هنا؟ احنا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم. نعم. ثم قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. اللغو قيل انها اليمين التي لا يقصد صاحبها الحلف، وانما تخرج لغوا يعني بدون قصد. قيل كايمان الطعام والشراب، افعل هذا بلى والله، لا والله، لا والله تفعل هذا او ديت، فهذا لا يقصد صاحبه فيه الحلف، فهذا من اللغو. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، ومعنى عقدتموها يعني عقدتموها، و يعني والعقد هو يعني الربط والتأكيد، يعني أكدتموها. فيحلف اليمين لأنه يريد أن يحلف ويقصد الحلف، فهذا إذا حنث فيه، والحنث هو إما أن يأتي اليمين على خلاف ما حلف، أو أنه يعزم على الأمر ولكن لا يستطيع أن يوفيه يحلف به، أو يحلف على غيره ثم لا يقوم يعني هذا الغير بتنفيذ ما أراد، فهذا كله من الحنث في اليمين. وإذا حلف على شيء وكان مخطئا كذلك، مثلا قال يعني والله اليوم هو مثلا السبت واليوم هو الخميس، وكان مخطئ في هذا يظن أن هذا هو السبت وحلف على هذا ومثله، ويكون مخطئ، فكذلك يكون قد حنث في يمين. فالحنث في اليمين هو أن يأتي على خلاف يعني ما حلف عليه ويكون صادقا في كل هذا، يكون صادقا وليس اليمين الكاذب. فهذا إذا حلف صادقا وحنث في يمينه، فهذا قال الله جل وعلا فكفارته كفارة هذا اليمين الذي حنث فيه صاحبه طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم. قيل أوسط اللي هو بين يعني الغالي المتكلف وبين الردي، وسط في هذا. وقيل من أوسط يعني من أحسن، من أحسن ما تطعمون أهلكم، لأن الوسط يطلق أحيانا على الأفضل، كما في قول الله كذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدولا، هذا تشريف له. فمن أوسط ما تطعمون أهليكم يكون من أفضل وأحسن ما تطعمون أهليكم، هذا هدية. وهل تجوز القيمة؟ يبدو أنها لا تجوز، يبدو أن هذا فرض طعاما فيبقى طعاما. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة. وقيل في الكسوة إنها إزار ورداء، إنها إزار ورداء، فهذه كسوة. أو تحرير رقبة، يعني أن يملك رقبة، سواء أن رقبة تطلق على يعني الذكر والأنثى والصغير والكبير، ومعنى تحريرها إخراجها من العبودية إلى الحرية، وهي تخير بين هذه الثلاث. فمن لم يجد يعني واحدة من هذه الثلاثة فصيام 3 أيام، فيصوم 3 أيام بديل، هذا الصيام بديل. ثم قال الله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، هذه كفارة اليمين إذا حلفتم يعني وحلفتم فيه. أما إذا حلف وتحقق ما حلف عليه فليس فيه يعني كفارة. واحفظوا أيمانكم، يعني الحفظ هنا أنه يعني كفر عن يمينك الذي هديت، ولا تحلف ولا تكفر فإنك تضيع هذا، يبقى عليك أمر يعني أنت التزمته وتركته. وكذلك احفظ يمينك، لا تقسم إلا على ما تعلم وتعلم أنه يعني صواب، لأنك تستشهد الله الذي يقول والله كذا، هو يستشهد الله على هذا الأمر ويعظم الله بهذا. فإذا قدر هذا، قدر أنك تقسم بالله تبارك وتعالى. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، كذلك
بهذا البيان وهذا الإيضاح. يبين الله تبارك وتعالى لكم آياته لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى، فإن هذا تشريع طهر وعدل وخروج من الإثم والتزام بالحكم الطاهر النظيف الذي يعني هو من الله سبحانه وتعالى. تشكر الله تبارك وتعالى على نعمة أن هداكم لهذه الشريعة الطيبة المطهرة، والتي إذا وقعتم يعني في شيء منها من مخالفة أو غيرها فإنه جعل الله تبارك وتعالى لكم المخرج يعني من هذا بالكفارة. قيل في الثلاث أيام، هل تكون متواليات أم متفرقات؟ في قراءة ابن مسعود أو صيام ثلاثة أيام متواليات، لكن هذا من يعني القراءة الأحادية مش يعني المتواتر، فإنه في مصاحف غيره لم تأتي متواليات. وهل يكون حكمها حكم مثلا يعني رواية الآحاد في الحديث؟ بعضهم يرى هذا، إن ابن مسعود ما يضع هذا وما وضع هذا، إما أنه سمع من الرسول وإما أنه يعني سمع الرسول يقوله يعني في غير القرآن فوضع هذه متواليات. فالأفضل أن تكون ثلاث أيام متواليات. والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين.